السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا جميعا بخير. فيديو النهارده فيديو جديد في قناة اعمل بنفسك، والفيديو بتاع النهارده مهم جدا. الفيديو بتاع النهارده هنشوف ازاي تزيل الصدى من الغسالة، سواء الغسالة او التلاجة. النهارده معانا غسالة فيها بداية صدى اهو زي ما انتم شايفين، هنشوف ازاي هنعالج الصدى ده قبل ما يمشي في البودي بتاع الغسالة ويبقى في مشكلة كبيرة في الغسالة. طبعا لو الصدى ده مشي في البودي هيبتدي يتاكل البودي بتاعها، وهتضطر ان انت تغير البودي، وطبعا البودي بتاع الغسالات تكلفته غالية وممكن كمان ما تلاقيهوش. فمهم جدا ان انت تخلي بالك من الفيديو ده وتشوف المكان او الجزء ده في الغسالة عندك، عشان دايما بتبتدي البرومة او الصدى بتبتدي من الجزء ده اللي هو عند درج المسحوق. ولكن من جوه زي ما انتم شايفين انا فكيت الكفر اللي فوق الغسالة عشان اشوف الجزء ده، وفعلا لقيته فيه برومة وصدى، ولسه الحمد لله في البداية ما وصلتش للبودي، فلازم اعالجها قبل ما توصل للبودي بتاع الغسالة. فبإذن الله في فيديو النهاردة هنعرف ازاي تحل المشكلة دي بخطوات بسيطة عشان ما تضطرش ان انت بعد كده تتكلف فلوس كتيرة على الغسالة. بس يا ريت لو انت لسه ما اشتركتش في القناة انزل اشترك دلوقتي وفعل زر الجرس على الكل عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديدة، سواء صيانة او بيع اجهزة. وما تبخلش علينا بدوست اللايك عشان الفيديو يوصل لاكبر عدد من الناس والكل يستفاد. تعالى اول حاجة نفك الدرج بتاع الغسالة. طبعا انتوا عارفين الدرج فيه جزء هنا بتدوس عليه بيطلع معاك، تمام. بعد ما فكينا الدرج بتلاقي فيه هنا مسمارين لازم نفكهم عشان نطلع الوش ده، ففك المسمارين دول. دول اللي بيكونوا ماسكين الدرج بتاع المسحوق اللي هو الداخلي الجزء ده، تمام. فمهم ان انا افكهم عشان بيكونوا ماسكين الوش. زي ما انتم شايفين كده فكينا المسمارين. بعد كده هبتدي هنا افك المسمارين بتوع الوش عشان اشيل الصدى كويس ونشوف الصدى واصل لحد فين. ما ينفعش ان انا اعالج الجزء اللي فوق ده وممكن يكون ورا الوش ده بتاع الغساله يكون فيه صدى، فهنشوف فيه صدى ولا مفيش. فهنفك المسمارين دول. اهو كده الوش ده وش الغساله اهو زي ما انتم شايفين، ده هيطلع معانا. ترفعه سنة فوق كده اهو، بص كده هنا، بص الصدى اهو. طبعا زي ما انتم شايفين بص الصدى عامل ازاي، الصدى بدأ يخش على البودي اهو من هنا، قرب يوصل للبودي. وطبعا لو وصل للبودي هيبتدي بقى يمشي في البودي وياكله، فمهم جدا ان احنا نعالج الصدى ده، تمام. زي ما انتم شايفين الصدى عامل ازاي. طيب دلوقتي ممكن تعمل ايه؟ ممكن تجيب صنفرة وتبتدي تصنفر الصدى ده او الجزء اللي عليه الصدى. بتجيب صنفرة متوسطة الاول تكون خشنة شوية وبتبتدي تصنفر كده اهو، زي ما انتم شايفين كده بيبتدي يتشال معانا اهو، تمام. وممكن بطريقة تانية هتكون اسهل شوية، لو انت معاك شنيور او شنيور وبتركب عليه الفرشة السلك دي وبتبتدي تصنفر الجزء ده. ولكن انا بنصحك لو هو الصدى عندك جوه الغسالة يعني مش باين ممكن تستخدم الفرشة السلك، ولكن لو في البودي من بره منصحكش ان انت تستخدم الفرشة السلك عشان هتكون خشنة شوية، فالصنفرة هتكون متحكم فيها اكتر وهتكون حتت صغيرة تقدر تستخدمها. لكن انا عندي الصدى جوه الغسالة مش بره، فهوصل كده الشنيور هنا. بقى هجيب اي حتة مشمع كده وهبتدي احطها
تحت هنا عشان بس الصدى ما يخشش جوه الغسالة. نعمل بالفرشة السلك كده. زي ما انتوا شايفين كده ابتدى الصدى يروح اهو. طبعا لسه ما راحش كله، لازم اصنفر كويس. طبعا زي ما انتوا شايفين الفرق بين الجزء اللي فوق اللي احنا صنفرناه والجزء اللي تحت. بص الصدى طبعا عامل ازاي في الجزء اللي لسه ما تصنفرش اهو زي ما انتوا شايفين، والجزء اللي فوق نضيف جدا وبقى متصنفر ولسه كمان هديله عازل، ولكن لما صنفر برضو الجزء اللي تحت ده فهصنفره زي الجزء اللي فوق. زي ما انتوا شايفين كده صنفرنا الصدى كله. بعد كده الحرف اللي تحت ده مش هتعرف تجيبه بالشنيور الفرشة السلك، فممكن تجيب اي حتة صنفرة كده وتبتدي تتنيها وتبتدي تصنفر الجزء ده. من الحتة الضيقة تقدر تستخدم فيها الصنفرة عشان تشيل الصدى، تتأكد ان مفيش اي صدى خالص. ادي الجزء اللي كان مصدي اهو. طبعا ده الرايش بتاع الصدى، ده مش صدى اهو. طبعا انا هجيب حتة قماشة دلوقتي وهبتدي امسحها وبعد كده ارجع لكم. ورجعت لكم تاني بعد ما نضفتها بحتة قماشة. زي ما انتوا شايفين كده الصدى كله راح، ما بقاش فيه اي صدى خالص اهو. ممكن بقى بعد ازالة الصدى كده تستخدم برايمر اللي هو اللي بيعالج الصدى او بيعمل عازل عشان الصدى، بتشتريه من عند اي حد بتاع حداد وبهيات وبتبتدي تدهن الجزء ده. وبعد كده بتشتري اسبري الدوكو، او ممكن تشتري اسبري دوكو على طول من غير برايمر وتبتدي تجيب اللون اللي هو بتاع الغسالة ايا كان اللون بتاعها بقى بالنسبة لك، وتبتدي ترش الجزء اللي انت صنفرته ده كويس. ولكن انا ممكن اعمل طريقة تانية عشان انا الغسالة زي ما قلنا الصدى عندي كان جوه مش في البودي من بره، يعني مش هيبقى ظاهر. فانا هجيب شحم اهو، الشحم طبعا بيعمل عازل، فانا هجيب علبة الشحم كده زي ما انتوا شايفين وهبتدي احط على الجزء اللي هو كان فيه الصدى ده اهو كده عشان ما يصديش تاني. بعد كده هرجع درج مكانه تاني، يركب مكانه كده، وهركب الوش تاني بتاع الغسالة اللي احنا فكناه ده اللي فيه البوردة. هنركب كده الوش بتاع الغسالة مكانه تاني، متأكد ان هو ركب.
بعد كده نربط المسمارين اللي احنا فكناهم اللي ماسكين العلبة بتاعت الدرج. كده اتربطت كويس. بعد كده هنربط المسمارين اللي فوق. هنركب درج المسحوق تاني. طبعا زي ما انتم شايفين مفيش اي اثر طبعا غير الجزء اللي فوق ده. وده طبعا هنركب الكفر بتاع الغسالة تاني كده زي ما انتم شايفين. كده هتكون اتحلت المشكلة، مفيش اي اثر طبعا لاي حاجة زي ما انتم شايفين. وكده يكون عالجنا مشكلة الصدى زي ما انتم شفتوا. تقدر تستخدم الطريقة دي سواء في غسالة او في تلاجة او في اي حاجة عندك فيها صدى، تقدر تعمل نفس الطريقة. ولكن الاختلاف ممكن انت ما تستخدمش الشحم زي ما قلنا، لو انت عندك الجزء ده هيبان فهتضطر ان انت تجيب اسبري دوكو وترش الجزء ده بعد الصنفرة كويس، وترش الجزء ده بنفس لون الجهاز اللي انت شلت منه الصدى. يا ريت لو عندك اي استفسار اكتب لي تحت في التعليقات وانا هرد عليك بنفسي. ولو عندك اي مشكلة في اي جهاز كهربائي خش عندي على القناة، هتلاقي فيديوهات كتير زي ما انتم شايفين لحل مشاكل جميع الاجهزة الكهربائية والاجهزة المنزلية. ولو في عندك مشكلة ومش لاقي لها فيديو على القناة اكتب لي في اي كومنت، وباذن الله هحاول اتواصل معاك احل لك مشكلتك او انزل لك فيديو لحل مشكلتك على القناة. يا ريت ما تنساش الاشتراك في القناة كدعم لينا، واشوفكم في فيديو جديد في قناة تعمل بنفسك. سلام.